تونس والدنمارك مباراة برضو حلوة جدا. لما تشوف المباراة المنتخب التونسي أدى مباراة جيدة جدا، المنتخب الدنماركي لم يكن سيئا زي ما كان الأرجنتين بهذا السوء، لكن في النهاية لم يستطيع المنتخب التونسي أن يفوز على المنتخب الدنماركي على الرغم من أنه كان الأفضل في الشوط الأول على الأقل. لا يعني كان عندهم أكتر من فرصة الشوط الأول المنتخب التونسي أن هو يسجل، بس ما يعني تحس برضو ما بين سوء التوفيق وما بين يجوا برضو في الهجمة كده في الآخر تحس اللعيب يقع، اللي هو يعني أنا لحد ما وصلت المرحلة دي أنا تعبت. لكن المنتخب التونسي إجمالا عمل مباراة كويسة، لأن زي ما نقول كده منتخب زي المنتخبات اللي هي بتبقى زي الدنمارك دي أصلا بتبقى منتخبات رخمة على المنتخبات اللي هي الأفريقية والمنتخبات العربية، لأن هم المنتخبات الأوروبية اللي هي ما بيبقاش عندهم اللعيبة المهاريين والأسامي الكبيرة، فهم برضو بيلعبوا اللعب اللي هو المرهق اللي هو اللعب البدني، اللعب بتاع أوروبا اللي هو ممكن نلعبه العرضيات وبعد كده نقلب 4-4-2، ويعني الموضوع بيبقى صعب شوية على المنتخبات العربية. لكن المنتخب التونسي استفاد طبعا الحالة بتاعت الجمهور زي ما قلنا كده في الملعب، جمهور قوي موجود كان يقدر ان هو يكسب ويعدي المطب ده، كان هيفرق معاه جامد لان المجموعه برده مش سهله خصوصا ان فيها فرنسا، فهو لو كان قدر يكسب الدنمارك كنا نقدر نقول بقى عنده حظوظ انه يتاهل، لان منتخب استراليا حتى مع الهدف اللي جابوه في اول 10 دقائق في فرنسا هو انا اللي شفته من منتخب استراليا في الملحق اللي صعد بيه كاس عام، وما صعدوا كده بالحب يعني، يعني عدوا الامارات فجاه عدوا بيرو فلقوا نفسهم موجودين، لان هم منتخب مش زي النسخ اللي شفناها لمنتخب استراليا قبل كده يعني. فنتمنى ان المنتخب التونسي يقدر، لما هو حظه برده حلو ان اعتقد هيلاعب فرنسا في الاخر يعني، هو الماتش الجاي عنده استراليا، فلو قدر يكسب استراليا ووصل 4 نقط وفرنسا تكسب الدنمارك وتعدي، وارد نشوف بقى نسخه من تونس زي نسخه السعوديه والارجنتين. طبعا فرنسا مش هتبقى زي الارجنتين في الحاله دي، ولكن ممكن منتخب تونس بالروح بالعزيمه نلاقي منتخب فرنسا نفسه يقول لك احنا مش عايزين صداع عندنا فايه نتعادل نريح. يعني ساعات كده بتلاقي في منتخبات بيصعب عليها المنتخب اللي قدامه، ممكن يلعب بالصف الثاني بتاع وارد الصف الثاني زي الصف الاول حتى بعد الاصابات يعني برضه بس لا يعني في منتخبات بنقولش يعني في نسخ انا ما بحبش طبعا مش هنقدر نثبت على حد نقول ده فوت وعمل وبتاع، بس بنحس ان في تعاطف يعني في منتخبات بتبان ان هو ممكن يلاقي منتخب عايز فهو ما بيدوس يعني ما بيدوس عليه. فنتمنى ان لما تونس توصل لمرحله فرنسا منتخب فرنسا ما يبقاش عايز يدوس ويبقى مكتفي ان هو يتعادل يصعد متصدر وياخد معاه منتخب التونسي. فهنا نتمنى ان الحاله اللي شفناها النهارده دي نشوف زيها في ماتش تونس، ولكن نستغل النقطه بتاعه الفرص ونحولها لاهداف، وان شاء الله نشوف علي معلول كده في شويه من المباراه يعني.